طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة حول مهارات الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول في مادة اللغة العربية للصف الأول. هيا بنا يا أحبائي، سنتعرف في هذا الأسبوع على مهارات اللغة العربية التي سيتم تغطيتها في هذا الأسبوع، من مهارة الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة. سيتم التركيز في هذا الأسبوع على مهارة القراءة من خلال تهجئة البطاقات المعروضة على السبورة، ومن ثم قراءتها، ومن ثم التدرب على كتابتها من خلال ورق العمل وعلى دفتر التدريبات. أيضا يا أحبائي، سيكون لدينا كتيب الإملاء الذي سنقوم به بكتابة كلمات ثلاثية يتم التركيز فيها على مهارة الكتابة، طريقة رسم الحرف فوق السطر أو أسفل السطر. أيضا لدينا يا أحبائي حصة للذهاب إلى المكتبة واستعارة قصة والتدرب على قراءتها في البيت لمدة أسبوع كامل، ومن ثم إعادتها واستعارة قصة أخرى. أيضا يا أحبائي سنقوم بهذا الأسبوع بكتابة تعبير من خلال كتابة كلمة أو جملة أو من خلال الرسم. سيكون في عنا في هذا الأسبوع تدريب على الإملاء وتقييم للإملاء، حيث ستقوم المعلمة بتدريب الطلاب على كتابة الحروف والمقاطع والكلمات الثلاثية، ومن ثم إعطائها غيبا للطلاب. أيضا يا أحبائي خلال هذا الأسبوع سيكون لدينا أيضا تقييم على القراءة، حيث سنقوم بالتدرب على قراءة البطاقات ومن ثم تقييم الطالب على هذه القراءة. بالنسبة للقراءة سيكون هناك لدينا أيضا مطالعة إضافية، ستتم إرسال ورقة عمل، هذه الورقة تحتوي على حروف ومقاطع وكلمات ثلاثية ورباعية، سيقوم الطالب بالتدرب عليها في البيت كواجب، ومن ثم يتم تقييم الطالب عليها. طلابي أحبائي، هذا التقييم سيتم وضع علامة عليه من خلال القراءة والإملاء. طلابي أحبائي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء.